السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من على الماشي، وأنا دكتور كريم علي. يا دكتور جسمي مكسر، يا دكتور همدان على طول، يا دكتور كل شوية يجي لي هيربس هنا ومناعتي قليلة وبيقعد دور البرد عام 15-20 يوم، وكل شوية يجي لي عدوى. يا دكتور عندي مشاكل في الجلد، يا دكتور عندي سكر، يا دكتور عندي ضغط. ما ينفعش يبقى عندك الحاجات دي كلها وما فكرتش إن عندك نقص فيتامين دال، فيتامين دي. حلقة النهاردة من على الماشي حلقة مهمة جدا، ناس كتير ما تعرفش عنها أي حاجة، مع إنه أهم الهرمونات أو الفيتامينات اللي بنعملها زي الهرمونات على الإطلاق. نبتدي الحلقة؟ يلا بينا. أهلا بيكم. أكتر من 60% من العيانين اللي بيقولي بعمل لهم تحليل فيتامين دال بيبقى ناقص، أقل من 20، ودي مصيبة، لازم يبقى 50 فما فوق. إيه موضوع فيتامين دال ده يا دكتور؟ وليه سايب الفيتامينات كلها وهتكلمنا على فيتامين دال بس؟ أقول لكم، فيتامين دال موجود كل خلية في ملايين الخلايا، كل خلية فيها مستقبل لفيتامين دال، إذن هو بيشتغل على جميع خلايا الجسم محتاجاه. الفيتامين الوحيد اللي ربنا عمل الجسم يصنعه، ربنا خلى الشمس تيجي على الجلد تحول الكوليسترول لفيتامين دي او فيتامين دال، ده من لان احنا محتاجينه جدا. فيتامين دال لما بينقص هتشوف المصايب اللي هتحصل. من اهمية فيتامين دال ان هو بيكون الهرمونات، اسمه بري هرمون، يعني مرحلة ما قبل الهرمون، بيكون هرمونات الذكورة والانوثة والكورتيزول اللي هو بيخلينا مناعتنا كويسة لو ما زادش قوي طبعا، او بيخلي هرمون الاسترس انك تقاوم الاسترس، بس لو زاد يدخلك في مصايب. ده الفيتامين دي. فيتامين دي الناس اللي بتشتكي من نقص فيتامين دي اللي ما بيقعدوش في الشمس، الاول مصادره ايه عشان نبقى في الاول واضحين؟ مصادره الشمس 20 دقيقه كل يوم. طبعا انا في اوروبا ما فيش هنا شمس، يعني شمس وانا بتفرج على التلفزيون الشمس بتدفيني في مصر عن الشمس اللي هنا، فهنا الناس كلها عندها نقص فيتامين دي. البلاد العربيه لو قعدت تلت ساعه كل يوم وشك ودراعاتك خلاص انت خدت فيتامين دي، انت تمام. تاني حاجه مصادر الاكل موجود فين؟ يا الدهون، الدهون الايه؟ الحيوانية. صفار البيض فيه فيتامين دي، بس اهم حاجة خلقها ربنا فيها فيتامين دال زيت كبد الحوت، عارفين اللي هو حبوب الزيت، زيت فيتامين دال او حبوب زيت كبد الحوت دي فيها فيتامين دال، يعني يكفيك تماما. ناخد بقى نبتدي العلم بقى، يبقى احنا عرفنا من الاكل ومن الشمس. في حاجة لازم قبل ما اتكلم في فيتامين دال اقول لكم عليها، فتحوا لي بقى روحات المشروب وفتح. فيتامين دال يا رب بيعمل ايه في الجسم؟ فيتامين دال الكالسيوم اللي انت بتاخده بيخليه يمتص ويوصل للدم. يبقى لو انت خدت الكالسيوم، يا ام يا كبيره اللي عندها هشاشه، يا ست اللي بترضع، يا ست يا حامل، حضرتك بتاخدي كالسيوم عشان العظام، من غير فيتامين دال مش هيمتص. فيتامين دال لما يدخل مع الجسم مع الكالسيوم يزيد امتصاص الكالسيوم 20 ضعف. فمن غير الفيتامين دال ملوش لازمه الكالسيوم اللي احنا بناخده ده خالص. راجع حلقه المعادن، يبقى دي اول حاجه فيتامين دال دي وظيفته. في وظيفتين تانيين ما ينفعش، ما فيش دكتور في العالم يتكلم على فيتامين دال من غير ما يقولهم. فيتامين دال بياخد الايه؟ الكالسيوم من الامعاء يوديهم فين؟ الدم. فيتامين ك2 بيعمل ايه؟ بياخد الكالسيوم من الدم يدخله العظم، بياخده من الاوعيه الدمويه ومن الانسجه يدخله العظم. فاكرين لو الكالسيوم علي في اي مكان غير العظم يعمل لنا مصايب، راجع الحلقات بتاعت المعادن. في بقى حاجه تانيه مكمله، فيتامين ف ومحدش بيتكلم عليه، ده بيعمل ايه؟ بياخد الكالسيوم اللي دخله لنا الفيتامين دال يحطه في الجلد. اي حد عنده مشاكل جلد، اي حد لون الجلد بيتغير، اي حد ما بيستحملش ضوء الشمس، اي حد بيجيله التهابات في الجلد كتير، اي التهابات مزمنه في الجلد، فيتامين اف، فيتامين ف، ده اللي بيدخل الكالسيوم يحمي لك الجلد بنسبه بسيطه، بيحكمه بالملي. فاحنا عندنا كده ثلاثة، فيتامين دال دخل الكالسيوم، فيتامين ك2 خد الكالسيوم وداه العظم والسنان ما خلوش يترصف في الجسم، وفيتامين اف خده من الدم دخله في الايه؟ في الجلد. يبقى احنا كده عرفنا الدورة بتاعت الكالسيوم في الجسم مهمة جدا. طيب انا ما خدتش فيتامين دال، ليه يا ربي ما خدتش فيتامين دال؟ قاعد في بلاد باردة زي دي ما بتطلع بدور على شمس بقالي نص ساعة عشان اتكلم على فيتامين دال، ما فيش.
يبقى مفيش شمس. تاني حاجة، ايه اللي بيهضم الدهون؟ المرارة. ما عندكش مرارة، فيتامين د ضايع، هتمتص ازاي؟ لازم دهون. تالت حاجة الاسترس. شوف كل حاجة برجع لنفس النقطة ازاي. الضغط العصبي ده في مصيبة في الضغط العصبي. ايه بقى؟ لما انت يبقى عندك عصبية او ضغط، او ضغط شغل او ضغط العيال، الكورتيزون بيعلى. صح، الكورتيزون شبه فيتامين د. في كل جسمك، في كل خلية، في باب ما يدخلش إلا فيتامين د اسمه ريسبتور مستقبل. فيتامين د والكورتيزون شبه بعض، فالكورتيزون يدخل يسد الباب، يجي فيتامين د يدخل. ما ايه ده، الباب مقفول، مين اللي دخل وقفل الباب؟ الكورتيزول. فطول ما انت الضغط العصبي عندك عالي، فيتامين د، حتى لو انت بتاخد بتقعد في الشمس، حتى لو انت بتاكل منتجات حيوانيه، حتى لو بتاخد زيت كبد الحوت، ما فيتامين د مش شغال. ليه؟ لان الكورتيزول عالي. لازم تنزل الكورتيزول، ودي مهم قوي، مش ناس كتيره ما تعرفهاش. يبقى الاسترس ضيعنا، يبقى عدم وجود الشمس ضيعنا، المراره مش موجوده. طب بالمره كده يا دكتور، طب ما عنديش مراره، اعمل ايه؟ تاخد املاح المراره، برشام املاح المراره يهضم لك الدهون دي. يبقى احنا كده عرفنا ليه ما بينقص. طب لما ينقص يعمل ايه بقى؟ وكل واحد يشوف الاعراض دي عنده ولا لا. اول حاجه جسمي مكسر. يا رب انا نايم كويس وباكل كويس، ليه جسمي مكسر؟ لان في فيتامين د ناقص من جسمك. تاني حاجه مهمه جدا وركزوا، الناس اللي بيجي لها الم في الجسم بعد اي مجهود، رجلي وجعتني يا دكتور، الظهر على طول شادد مني، عضلاتي بتوجعني مش عارفه ليه، فيتامين د ربنا حطه في الجسم يخليك تحتمل الالم. انا اروح الجيم ساعتين عندي فيتامين د 100 100، ما حسيتش بالالم قوي. واحد ما عندوش فيتامين د يمشي 5 دقايق يقعد ظهري كتفي ظهري. ليه؟ لانه ما عندوش فيتامين د. فيتامين د بيخليك تتحدى الالم، قدرتك على استحمال الالم متصله بوجود فيتامين د. النقطة اللي بعد كده، لو فيتامين د نقص مناعتك تبوظ. الناس اللي بتقول لي يا دكتور الهيربس كل شوية يطلع، يا دكتور دور الانفلونزا بيقعد معايا شهر، يا دكتور اطلع من نزلة ادخل في نزلة، الواد الصغير كل شوية يسخن وكل شوية يوديه للدكتور، فيتامين د ناقص، الواد ما بيقعد في الشمس او ما بياكلش منتجات حيوانية. مناعتك بدم نزلت والفيروسات عليت في جسمك، الانفلونزا لا قدر الله شر الاطفال، حصبة، اي حاجة فيها فيروسات، يبقى فيتامين د ناقص، راجع فيتامين د. النقطه اللي بعد كده، يا رب عندي اكتئاب وعايز اقعد لوحدي والدنيا مسوده في وشي ومليش نفس اكلم حد، ليه؟ فيتامين د ناقص. فيتامين د لما ينقص الاكتئاب يعلى. بدليل ايه؟ انت لما بتقعد في الشمس تحس ان انت مبسوط، ان انت جسمك مشدود، ان انت مودك بقى احسن. اوروبا بيجي لهم اكتئاب كتير قوي. ليه؟ من عدم وجود الشمس، لان ما فيش شمس بتديله فيتامين د فبيحس بالاكتئاب. الشمس فيتامين د لما يتكون في جسمك يعلي مودك، يعلي السيروتونين اللي هو هرمون السعاده. فمهم قوي اللي عنده اكتئاب روح اقعد في الشمس شويه، كل منتجات حيوانيه شويه، خد فيتامين د، مهم جدا. كام نقطه بعد كده، مش عارف انتوا شايفيني في الضلمه دي ولا ايه، الساعه لسه 3. مهم نقطه، كام نقطه مهم قوي ما ينفعش ما اتكلمش عليهم في فيتامين د. فيتامين د، الناس الدكاتره اللي بيروحوا بيديكوا فيتامين د 2، د 2 يقول لك خد 50,000 وحده فيتامين د 2، غير الدكتور. الدكتور ده مش عارف فرق الدال 2 و3، 2 ده الصناعي. ليه يا دكتور بيدينا 50,000؟ لانه ما بيمتصش، بيمتص 1 و2 و3%، ورخيص ومش طبيعي من عند ربنا، والجسم بيفضل يحوله ويتعب الجسم عشان يتحول ليه فيتامين د 3. فلو سمحت ايه اخد ايه يا دكتور؟ فيتامين د 3 بس، دال 3، 2 ارميه في الشارع مش طبيعي وهيتعب جسمك. فيتامين دال 3 اخد قد ايه يا دكتور؟ الجسم بيحتاج 1200 وحده يوميا لغايه 2000 وحده يوميا. امال يا دكتور العلبه مكتوب عليها 5000 ليه؟ لانه ما بيمتصش بالكامل، ما الجسم ما يقدرش يمتص كل، فانا لما اخد 5000 كل يوم يدخل لي ال 2000 الدم وتمام، الباقي بيخرج مع المخرجات. يبقى ناخد 5000 كل يوم عشان اوصل لل 1200، 2000 كل جرعة كل يوم. دي نقطة. النقطة التانية، عشان اخد لازم مرارتي تبقى كويسة، بس مش دي اللي هتكلم عليها، هتكلم لازم تاخدها مع دهون. يا من انت كريم يا رب، احمدك يا رب الشمس طلعت، اخد شوية فيتامين د ببلاش. فايه اخده مع دهون؟ عايز تاخد تاخد الكبسولة بتاعت فيتامين د، معلقة زيت زيتون، زبدة، حتة قشطة، كوكونات اويل،
الافوكادو خد معاه دهون لان هو بيرتبط بالدهون ويمتص على طول، فانت تساعده تديله زقه. ففيتامين د يتاخد الصبح، يتاخد 5000، يتاخد مع دهون. حلو كده. احنا وفيتامين د دال 3 اهم حاجه، لان كل الناس اللي بتديلي يا دكتور كاتب لي 50000 وحده 20000 وحده، ده الايه يا حبيبي؟ ده الاثنين، ده رخيص ومش هيشتغل. يبقى ده دي 3. دي حاجه. الناس اللي عندها سكر لا، في علاقه وثيقه بين السكر وان نقص الدال 3 في الجسم. الناس اللي عندها ضغط عالي في علاقه وثيقه، لان هو بالبلدي كده دخل في 2000 وظيفه. انا مش هقدر اقول لكم 2000 وظيفه بتاع فيتامين د. عرفتوا هو مهم قوي قد ايه؟ عرفتوا انه ملك الفيتامينات فيتامين د؟ عرفتوا ان ليه عامل له حلقه ما فيه فيتامين الف يا دكتور وفيتامين سي وفيتامين د؟ 2000 وظيفه بري هرمون، من غيره ما فيش هرمونات. الناس مصايب بقى الدنيا كلها اللي احنا فيها ال 40 سنه اللي انا بقى عمال اصلح فيهم. الناس اتعودت على عايز اخس، عايز اكل صحي خالي الدسم، سكيمد ميلك، ولو ان الميلك كله يعني ما يتشربش، انما المنتجات منزوعه الدسم. يا الله يا رب فيتامين د مش موجود الا في الدهون، تشيلوا الدهون دي اهم حاجه في الزبادي، الدهون تاكل وتروح لدكاتره يقول لك خد زبادي خالي الدسم. لا اله الا الله، ما اعرفش العلم ده منين. فانت الفتره اللي فاتت كلها احنا عشنا على خالي الدسم، فخلاص ما بقاش في فيتامين د، بقينا هنجيجي منين؟ الشمس، ما حدش بيقعد في الشمس دلوقتي، طلنا الحاجات اللي فيها دهون اللي هي الحاجات المحترمه، وعايزين ونقول احنا يعني عظمنا ضعيف ليه، او هشاشه العظام موجوده ليه، او مكتئبين ليه؟ لان انت بطلت الدهون اللي هي اهم ما في الاكل. مش هتكلم على الدهون تاني، انا يعني عندي 50 حلقه على الدهون. وصلت؟ يبقى احنا دلوقتي نعمل ايه الوضع الحالي؟ عندك اكتئاب، عندك سكر، عندك ضغط، عندك عدوى فيروسية، جلدك مش مظبوط، هشاشة العظام، عظامك ضعيفة، سنانك بتقع، آلام في كل جسمك، همدان على طول ومش وعايز تنام ومش عارف تركز، دور على فيتامين د، خده في ال 3 مع حتة اي نوع من انواع الدهون، ان شاء الله هيتصلح كده. انا لميت لكم فيتامين د مهم جدا، ارجوك شير الحلقه دي، لان يعني في ناس كتير قوي ما تعرفش فيتامين د، واللي يعرف فيتامين د ما يعرفش علاقته بكي 2، واللي يعرف كي 2 ما يعرفش فيتامين اف. فكده انا لميت لكم ليله الدهون وليله الكالسيوم براحه الشمس. شكرا لكم، يا ريت تشيروا الحلقه دي لانها حلقه مهمه جدا ومحدش يعرف المعلومات دي. معاكم كريم علي وحلقه من على الماشي، نتقابل المره الجايه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام عليكم.